مرحبا، أنا اسمي مرزا قنواتي، واليوم راح ناخذ أول درس هو باللغة الألمانية، اللي هو زيش فورشتلن، يعني تعريف عن النفس. طيب بهذا التعريف عن النفس شو راح نتعلم نحن؟ راح نتعلم نحكي عن حالنا من ثلاث نواحي، عن الاسم نام، وعن الفون أوت اللي هو مكان السكن، وعن الهيرتن. طيب أنا شنو؟ واحد، اثنين، ثلاثة. نام Herkunft. تمام. طيب Name يعني الاسم. تمام. Wohnort يعني مكان السكن. ثالث شيء Herkunft يعني الأصل. تمام. نتصور الاسم اللي هو Name يعني الاسم. Wohnort يعني مكان السكن. Wohnort. والherkunft يعني الأصل. الherkunft يعني الأصل. طيب من بلش بالنامة. رح نتعلم نقول اسمنا ثلاث طرق. تمام؟ ثلاثة. طيب هلا رح نبلش بالنامة الاسم. تمام؟ في عنا ثلاث أسئلة. نبلش هلا بهي. إيش؟ هايس؟ مجد؟ قنواتي. تمام؟ أنا مسمى مجد القنواتي. إيش هايس مجد القنواتي؟ تمام؟ إيش هايس مجد القنواتي؟ ملاحظة هذا الحرف ما بنقرأ به، ما بنقول هايب دبو هايس. هذا هو دوبل إس. تمام؟ إيش هايس مجد القنواتي؟ شو بده يكون السؤال تبعي؟ في هايسن زي. في هايسن زي. في هايسن زي. تمام؟ ملاحظة ثانية إن هون لاحظنا مع زي A N آخرته، أما مع إيش آخرته A. تمام؟ بقول إيش هايسن، ما بقول هايسن. تمام؟ إيش هايسن مش دول قنواتي. سؤال في هايسن زي. تمام؟ منكمل الطريقة الثانية. ماين نام است مجد القنواتي. أنا اسمي يكون مجد القنواتي. تمام؟ ماين نام است مجد القنواتي. My name is كذا. تمام؟ بس أنا أرى أنتوا عيدوا وراي مشان تحفظوه ومشان يصبحوا اللفظ طبعكم. طيب نجي على السؤال طبعك. شو بده يكون سؤال هاي؟ في است إير نام. تمام؟ في است إير نام. My name is مجد القنواتي. في است إير نام. My name is مجد القنواتي. في يلا لازم في سوزان نقرأ سوية. في است إير نام. في است إير نام. My name is مجد القنواتي. نجي على ثالث طريقة. إيش بن مجد القنواتي. أنا أكون مجد القنواتي. إيش بين مجد القنواتي؟ شو بده يكون السؤال تبعه؟ Wer sind Sie؟ Wer sind Sie؟ إيش بين مجد القنواتي؟ يلا لازم wir zusammen. Wer sind Sie؟ إيش بين مجد القنواتي؟ Wer sind Sie؟ إيش بين كذا؟ طيب أنا حسألك أنت البيت وأنت جاوبني لحالك. تمام؟ في هايسن زي؟ في است إير نام؟ Wer sind Sie؟ تمام؟ أنت جاوبني لحالك.
تكون تقول إيش هاي سيد كذا، ماي نام إز كذا، وإيش بن كذا. تمام؟ لا تعلم عن فون أوت يعني مكان الإقامة. تمام؟ إيش فون إن شالام. إيش فون إن شالام. أنا ساكن في شالام. تمام؟ شو بده يكون السؤال تبع فو؟ Wohnen Sie? Tamam. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Schalam. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Makam. Tamam. نقرأ سوا آخر مرة. Ich wohne in Makam. Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? لا أنت جاوبني بالبيت. Ich wohne in Makam. تمام؟ طيب. لا بدنا نتكلم عن الهيركونفت يعني الأصل. إيش كومة أوس زوريا؟ إيش كومة أوس زوريا؟ إيش كومة aus eben ara aus tamam Syrien ich komme aus Syrien شو بده يكون السؤال تبع woher kommen Sie aus tamam woher kommen Sie tamam فينا نحط aus هون فينا ما نحطها خلينا على اسفل بلا هيك aus وين عم بفكر بقى woher kommen Sie Ich komme aus Syrien. Woher kommen Sie? Ich komme aus Syrien. Woher? تمام؟ الـ-ER بالأخير نقراها A. باهي woher. تمام؟ لفوق. Woher kommen Sie? تمام؟ نرجع ننتبه مرة ثانية إنه هون مع Sie عم تاخذ AN ومع الـ-ICH عم تاخذ A. تمام؟ شام ما نخربت مع الإيشو A ومع الزيشو عم داخل AN طيب هلا صار مارد معنا الإيش والزي طيب الإيش شو معناته أنا تمام الإيش معناته أنا تمام والزي زي كروس يعني نكتبها حرف كبير كروس زي كروس لما بنحترم واحد بنكبر من قيمته بنقوم شو بنسوي بنحترمه بقى هون الاس بس نعملها كبيره معناتها هي للاحترام يعني بتصير معنا حضرتك تمام هي بنستخدمها لما نحكي مع عالم نحن ما بنعرفهم تمام بنحترمهم او استاذنا دكتورنا البروفيسور تبعنا بالجامعه الى اخره تمام هي معناتها حضرتك تمام معليش شو انت هون عم ياخذ الفعل A هذا اسمه A معليش شو عم ياخذ A N تمام؟ تمام طيب هلا نحكي عن هدول نرجع نكتب الجمل اللي تعلمناهم بس عن حالنا بدون اسئله ايش فايسل مجد كذا 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 ايش بين مجد ماين نام است مجد ايش فون ان شالام وايش كوم اوس زوري هذا اللي تعلمناهم خمس جمل وخمس أسئلة تمام؟ هذا هو أول درس حاليا إيش هايس المجد؟ هذا هو أول درس حاليا إيش هايس المجد؟ إيش بن مجد؟ ماي نام إز مجد؟ إيش فون إن شالان؟ إيش كومة أوس زوين؟ تمام؟